انت عم تدلل الخالي نازلي لان قرايبتي شي؟ لوين شاهناز خانو؟ شو مسافرة؟ شاهيناز خانم رح تترك البيت، اتخذنا قرارنا رح نتطلق. كيف؟ انتو قررتوا تتطلقوا؟ مع الأسف ايه، شاهيناز خانم رح تترك البيت، فيكن تودعوها هلأ. عفوا عمو، هالقرار له علاقة فينا؟ لا، انتو مالكن اي علاقة، لا تحسوا بالذنب بنتي، ما دخلكن، فيكن تسألوها وهي بتجاوبكن، صح كلامي شاهيناز؟ يلي عم بيقولوا عدنان مزبوط. يعني عن جد خلاص رح تتركينا وتروحي؟ ما في داعي تزعلوا علي بنوب، ايه عن جد نحنا رح نترك بعض، وأكيد المتضايق مني صار فيه يرتاح، بس يمكن نرجع نلتقى من جديد، ما بتعرفوا؟ ما في داعي تكتري حكي، اختصري. جود، دير بالك على نورة بغيابي. أكيد. خاطركن. القرار قرارك ولا قرار بابا؟ قرار مشترك أخذنا بالاتفاق. يعني أنتوا ما عاد متحملين بعضكم؟ إذا إيه، ليش اخترتوا هالوقت بالذات؟ الصبر له حدود يا ابني، يلا خلونا هلأ نكمل فطورنا. ليكون في وحدة تانية بحياتك بابا؟ بحياتي ما حبيت غير ست وهي أمك، ما حبيت غيرها أبدا، وما كنت مضطر خبي مشاعري صدقني، وحتى شاهيناز كانت بتعرف. صحتين على قلبكم وعلى قلبك. برأيك التوقيت صح عدنان بيك؟ يعني وضع نورة ما بيتحمل انفصالي أنا وأمها، ما رح يدمرها أبدا. نورة ما أنا طفلة، ما أنا بحاجة غير إلك لتوقف جنبها وتحميها. نورة بحاجة لتكون مرتاحة هاي الفترة، أنا خايف على نورة وبدي الأحسن لمصلحتها. ممتاز.